السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة. حديثنا اليوم عن موضوع تاريخي ومعاصر بنفس الوقت. تاريخي كنا نسمع به كان في التاريخ، ومعاصر ظهر لنا بقوة في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه. إنه موضوع الخوارج، فما هي أفكارهم؟ كيف نشأوا؟ ما هي صفاتهم؟ ما موقفنا منهم؟ كيف نتعامل معهم؟ يسعدنا أن نستضيف في هذا الموضوع فضيلة الشيخ فايز الصلاح عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله بارك بكم فضيلة الشيخ ما رأيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير ونرحب بأخواننا المشاهدين في هذا الأمر الذي داهم بلاد الشام وهو من الفتن الكبيرة العظيمة، الحقيقة من خلال ال... الاستطلاع يعني يتبين أن الجواب عندما سئلوا عن متى ظهرت الخوارج قالوا في زمان علي رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه صحيح لكن العلماء يتكلمون عن البذرة الأولى، البذرة الأولى إنما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذاك الرجل الأكحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا كبذرة أولى لذلك لما اعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد غزوة حنين فقال اعدل فأن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله مم. سبحانه وتعالى ثم لما ولّى وذهب الحديث معروف في هذا الباب قال سيخرج من ضئضئ هذا ضئضئ يعني من أصله يعني إما منه مباشرة أو من أتباعه من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. <applause> يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. يقتلون أهل الإسلام ويدعون وال... أهل الأوثان. سبحان الله. فلذلك هنا العلماء يقولون البذرة الأولى هذه <applause> طبعا. ثم ظهرت تنامت هذه البذرة وظهرت في زمان عثمان رضي الله عنه لكن ليس على تأصيل علمي وإنما خروج على الحاكم فهؤلاء الثوار الذين ثاروا على عثمان الحقيقة هذا هم خوارج خرجوا على الخليفة لكن ما اكتمل تأصيلهم وبناؤهم الفكري إنما كان في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هناك خرجت الفرقة وقاتلهم علي رضي الله عنه. ولما سئل بعض الاخوه انه هل الدواعش هم خوارج هذا العصر؟ لا شك انهم خوارج هذا العصر قولا واحدا، لكن بعضهم يقول انهم مخابرات. الحقيقه داعش ممكن ان تقسمها <applause> الى طبقات. الطبقه الاولى والطبقة المخترقه الامنيه وهذه تكون دائما في التي تتحكم في مفاصل القرار المخترقة هي التي نعم هي المخترقة نعم. ولذلك انا اقول داعش نبته خارجيه في تربه قاعديه سقتها ايادي استخباراتيه من حيث العموم ممكن ان تعيدها قاعدة نبته خارجيه هم آه. خوارج نعم. في تربه قاعديه اصل فكر القاعده اه القاعده المشهورة نعم, نعم. سقتها ايادي استخباراتيه مه. حتى لو حاربوهم في الظاهر هم مستفيدون من هذا فلذلك هم مخترقون من قبل المخابرات لان تحركهم في الواقع يدل على انه ضد الثوره قولا واحدا ولمصلحه اعداء الله سبحانه وتعالى وخاصه النظام وخاصه ايران. وهذه الطبقه حتى لو كانت اعداد قليله وتجد ان الذين يتحكمون بالقرار هم مجاهيل. حتى لما يقال الخليفه ابو بكر من يتحكم؟ يمكن هناك اشخاص حتى تتحكم بهذا المجرم الذي يسمى نفسه الخليفه سبحان فلذلك الطبقه الاولى هي الطبقه المخترقه الامنيه نعم. وهؤلاء هم زنادقه الطبقه الثانيه هي طبقه الغلاة زنادقه ممكن ما معنى يعني زنادقه مجرمون لانهم بالاصل ما اخترقوا وما استخدموا الاسلام الا لهدم الاسلام زنادقه اعرف انها كفار معنى. نعم. آه. اي نعم يعني هم اصلا استخدموا الغلو لهدم الاسلام سبحان يعني الله يعني كالباطنية الأقدمين الذين دخلوا تظاهروا بالإسلام وهو بالأصل يريد هدم الإسلام نعم. إذا الطبقة الأولى المخترقة مخابرات وهي قولا واحدا نعم. الطبقة الثانية طبقة الغلاة وهذه تكون في الشرعيين وهو لا نقول أنهم يعني هم عملاء لأعداء لا لا هو عنده فكر غالي هو خارجي هذا طبقة الشرعيين كأبي محمد العدنان الناطق باسمهم وكل ما يسمى شرعيين فهؤلاء من الغلاة التكفيريين الخوارج مسلمون هؤلاء اي نعم. نعم. سياتي معنا الكلام هل الخوارج هم يعني الخلاف فيهم معروف نعم. الطبقه الثالثه هي طبقه المنتفعين كثير منهم في كثير من مناطق قطاع الطرق وجدوا انفسهم في هذا التنظيم لانه اول يدفع الرواتب ثم هو بالاصل عنده نوع من الـ التعطش للدماء فوجد وظيفته في هذا فهو استفاد من ناحيه ماليه <applause> واستفاد من ناحيه نفسيه انه يذبح ويقتل ويفعل كما يفعل قديما وهذا طبقه منتفعه. الطبقه الرابعه هي الطبقه المغفله وهي عامه الشباب الذي ياتي كثير من البلدان يقول لك خلافه اسلاميه ودوله اسلاميه شعارات براقه الخلافه الشريعه وهؤلاء هم الحطب الوقود غالبا هؤلاء يجعلونهم في المفخخات وما شابه ذلك مغرر و... بهم مغرر بهم لكن ليس معنى ذلك ان مغرر بهم هم مساكين دراويش ان لا نقاتلهم ولا نقتلهم ولما... لان الشيطان يغر الانسان وهو يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لكنه يظن هذا لكن هو لو سال اهل العلم وطلب الحق لوجده باذن الله سبحانه وتعالى. معناها اربع اقسام، القسم الاول مخترقون، القسم الثاني الغلاة الغلاة الشرعيون الشرعيون، القسم الثالث المنتفعون المنتفعون ماديا آه وشهوة شهوة الذبح وكذا والمغرر بهم. مغرر بهم طبعا المغرر بهم اما انه اذا دخل فكان عنده فطرة طيبة ووجد الانحراف ينسحب ويريد الله سبحانه وتعالى به خيرا صحيح. وإما هذا المغرر يوغل في التعامل معه فيصبح غاليا مثلهم ويتشرب هذا الفكر هل وردت أحاديث نبوية شريفة غير الحديث الذي ذكرتموه؟ أحاديث كثيرة حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول يعني جاء الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وذكرها جميعا في الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عدة من الصحابة يصل يعني أكثر من خمسة عشر حديثاً في الخوارج ألاحظ أنه لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فرقة أبدا كالخوارج لم يذكر الجهمية ولا المعتزلة ولا أحد من تلك الفرقة كما ذكر الخوارج لماذا؟ لشدة خطرهم لأنهم عندهم فكر متعدي للغير فرق كبير بين الإنسان أن يكون عنده فكر منحرف ولكنه في نفسه ولا يتعدى على الغير لا. وبين الإنسان أن يحمل فكرا منحرفا ولكنه عنده استحلال للدماء أعوذ بالله. ولذلك هنا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذه عجيبة يعني فعلا نحن نراها الآن يقتلون المسلمين يسموننا صحوات ويتركون نظام إيران لا يتعرضون أه فلذلك أه. لما ذكر سبحان الله شيخ الإسلام له كلام عجيب عندما ذكر أه لما قالهم شر قتل تحت أديم السماء قالهم شر من اليهود والنصارى مع أن مآلهم ما يوم القيامة أفضل من مآل اليهود والنصارى. عجيب. هذا دقيق. يعني أنت أحيانًا قد ممكن يكون. أن تعيدها وتشرحها قليلا أه ش أه لما قال شر قتلة. قتلة يعني القتلة. أه منهم هم لا أه. هم شر قتلة يعني الخارج القتيل. أه القتيل مفعول به. شر قتلة مم. حتى مم. يعني قال شر قال نعم. مم. قال مع أن مآلهم ما يوم القيامة أفضل. سبحان كيف مم. هذا؟ مم. أنت أحيانًا قد يكون عندك جار نصراني هو كافر مثلث. مم. وعنده كفر كبير. لكن هو مسالم لك ولا يؤذيك مم. وعندك جار مسلم يكفرك ويستحل دمك سبحان الله لكن مآل ما هذا المسلم يوم القيامة أفضل من مآل ما النصراني ولكن أذية هذا لك في الحياة الدنيا أشد من أذية ذاك سبحان الله وبالتالي هنا يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خطرهم وسلم. لأن عندهم فكر متعدي فكر متعدي كالرافضة ولذلك قال العلماء والرافضة شر من الخوارج ليش؟ الرافضة لأنهم عندهم تكفير واستحلال دماء ولذلك الحقيقة اجتمع عندنا أغلى الفرق الذين هم الرافضة والخوارج في أغلى بلاد من الثمن الغالي من, الغلو. وال... لا لا من غلو. الغلو أشد الناس غلوا الحقيقة الرافضة والخوارج اجتمعوا عندنا في بلاد الشام وبإذن الله سبحانه وتعالى ستتكسر هذه البدع على صخره بلاد الشام. سبحان الله، يعني أه. الغريب الملفت للنظر فضيله الشيخ انهم يعني يقومون اينما ظهرت ثوره اسلاميه معتدله طيبه يظهرون ويقاتلون المعتدلين م. ويتركون الحكام نعم الظلمه الباطنيه عجيب. يعني النظام باطني يعني اشد مرتدين النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء قالوا عن النصيرية العلوية قال هم أشد كفر من اليهود والنصارى مه. ومع ذلك يتركون قتال هؤلاء المعلوم كفرهم بالدين من الضرورة بالضرورة ومع ذلك يقاتلون المجاهدين مجاهدين يأخذون المحرر ويتركون الثغور ويزعمون أنهم من المجاهدين نعم حتى البعض يعني يقول منه و... يعني ينبغي ان لا نختلف فيهم يعني يقومون بالتفجيرات هنا وهناك وعمليات هنا وهناك في ديار المسلمين ويتركون ايران. نعم عجيب نعم. يعني لا هذا ال... لا. هذا معروف معروف. كيف كانت سياده سيدنا علي رضي الله عنه مع الخوارج؟ والله رضي الله عنه علي رضي الله عنه عندما خرج هؤلاء وانحازوا وكفروا الفريقين يعني فريق علي وفريق معاويه رضي الله عن الجميع. بعث لهم ابن عباس مناظرا لهم فناظرهم ورجع منهم ألفان أو أربع فلما رجع تركهم هم فكرهم لكن لما سفكوا الدم الحرام وقتلوا بعض الصحابة عند ذلك قاتلهم علي وبشر الذين كانوا معه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كذا وكذا ولو يعلم من القاتل لهم كم له من الأجل نكل عن العمل طوبى لمن قتلهم وقتلوه أحاديث كثيرة في هذا الباب سبحانه. فشجع وانطلق الصحابة ولم يجتمع الصحابة على شيء كاجتماع على قتال الخوارج الخوارج هل نعتبرهم كفار فضيلة الشيخ؟ هنا العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج على قولين القول الأول أنهم كفار مرتدون وهذا قول القليل يعني قاله البخاري وقاله السبكي وغيرهم حتى من المعاصين لكن جمهور اهل العلم على عدم تكفيرهم، لماذا؟ لان علي قال رضي الله عنه عندما قاتلهم لم يتعامل معهم معامله الكفار، لم يسب نساءهم <applause> ولم يغنم اموالهم غنائم الكفار <applause> وبالتالي بناء على هذا هم ليسوا بكفار لكن من الغلاة هم انفسهم الذي قال فيهم سيدنا علي اخواننا بغوا علينا لا هذه الحقيقه اللفظه مشتهره منتشره على ان علي رضي الله عنه قال بالخوارج هذا ليس غلط سبحان ليس عم. ليس بالصحيح مشهوره جدا وانما هي مشهوره قالها عن قضيه الجمل وصفين لما قال لماذا قال اخواننا بغوا علينا لكن لما تكلم عن الخوارج قال قوم بغوا علينا ما قال إخواننا أبدا قوم بغوان نعم وهذا موجود في مصنف ابن أبي شيبة والعلماء حققوا هذه اللفظة فليست بصحيح عن الخوارج أبدا وهي مشتهرة منتشرة ينبغي أن يتنبه لهذا فضيلة الشيخ هل يمكن أن نطلق لفظ الخوارج على تنظيم الدولة على الرغم انهم يعني خلال النقاشات على الانترنت معهم يقولون انتم الخوارج، نحن الخلافه وانتم الخوارج، خرجتم علي علينا، فكيف تتهمونا بالخوارج؟ نسمع ان شاء الله منكم الاجابه بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونعود للحوار مع فضيلة الشيخ فايز الصلاح حول موضوع الخوارج وتنظيم داعش وهذه المواضيع فضيلة الشيخ كنا قبل الفاصل يعني نسأل تنظيم الدولة نظرا يعني تقارب الصفات بينه وبين الخوارج الذي تحدثتم عنهم هل يعتبرون خوارج؟ وكثير من الناس يعني منهم يدافع عن نفسه يقول أنتم الخوارج نحن الخلافة وأنتم الخارجون علينا والله كل إنسان يدعي ما شاء من الدعوة لكن الله سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أه نحن لم نخرج عليهم يعني خرجوا علينا الأصل حتى المجاهدين الذين كانوا هم يعتبرون هم الذين يحكمون المناطق المحررة هم أه الذين خرجوا واستولوا على هذه المناطق المحررة يعني يعتبروا حكام شرعيين أه لا ليسوا بحكام شرعيين يعني الكتائب. الكتائب نقول ليس حكاما يعني من حيث المطلق ولكن حكم مقيد بمكان معين كالهيئات الشرعية والفصيل الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعني يقوم بالخدمات للناس فنقول هو حاكم مقيد بهذه الصفة مه. فلما يأتي شخص آخر يزاحمه وهو بالأصل لم يخالف الشرع فالذي جاء وزحمه هو الذي خرج عليه مه. وخاصة ليس هناك إمام للمسلمين ولا حاكم خاصة هم عندنا هم يقولون نحن عندنا الخلافة وأنتم هم جاؤوا بالخلافة أصلا أولا هم نصبوا أنفسهم على الناس ولم ينصبهم الناس كخلفاء على كخليفة على المسلمين. يعني كثير منهم فضيلة الشيخ يقول الدولة العباسية مثلا قامت بالسيف وقاومها كثير عندما استقرت الآن تقولون أنتم الخلافة العباسية إيه لكن, ال لكن أولا ال لا يجوز لأي شخص مثلا أن ينصب نفسه خليفة من غير مشورة من المسلمين يعني أبو بكر البغدادي كان يسمي دولة العراق ثم ضم الشام يقول لك دولة العراق والشام ربما هل استشار أهل الشام لم ربما استشارهم. استشار جماعته يعني استشار جماعتهم الخاصين وإنما ينبغي استشار أهل الحل والعقد في هذا الباب ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا قال قال من بايع مسلما من غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له تغرة أن يقتله قال فاقتلوا المبايع والمبايع فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول أنه ينبغي أن يكون هناك مشورة لأن المقصود هو إقامة الحق والعدل بأي خلاف هذا فضيلة الشيخ تعيد لنا القول وتغرة ما معناها تغرة يعني أنه هذا يؤدي به أن يقتل أي شخص ينصب نفسه غصبا عن الناس من غير مشورة فهذا يدعو أن يقع في القتل لو ويقاتلونه لو تكرمت بعدت القول كاملا قول عمر رضي الله عنه قال من بايع مسلم من غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له مه. تغرة أن يقتل يقتل المبايع والمبايع مه. لأن هذه تحدث فتنة في المجتمع مه. لأنه ينبغي أن تستشير أهل الحل والعقد وخاصة في بلاد الشام في هذا الباب. هذا معنى أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد يعني هم سادة الناس قدوة الناس الذي يؤوب إليهم الناس في مسائلهم كالعلماء ووجهاء الناس رؤساء العشائر وما شابه ذلك يعني أصحاب العقل الراجح هؤلاء يعتبرون أهل الحل والعقد ما شاورهم أحد. بل هم عندهم مجلس شورى سبعة ويحلون نعم الحل والعقد نعم هم يقول لك احنا شاورنا سبعة سبعة كلهم ضباط عراقيين سبعة فقط شاور. نعم عندهم مجلس الشورى سبعة وأكثرهم ضباط كانوا في المخابرات وبعثيين عجيب يعني هؤلاء هم يسوقون الأمة إلى ما أرادوا هذا واحد اثنين ثم أفكارهم هي أفكار خوارج سبحان هم م. يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وبالتالي هم خوارج هم يقولون أحيانا يقول لك نحن الخارج هو الذي يكفر صاحب الكبيره نقول هذا الضابط ليس بصحيح وانما الضابط في الخارج هو الذي يكفر بما ليس بمكفر ويستبيح الدماء وهم وقعوا في هذا هم يكفرون بالمباح بل هم يكفرون باخذ المعونات والمساعدات مثلا من الكفار مجرد انك جلست مع كافر يكفرك فلذلك يكفرك حتى بالمباح النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الكفار وفاوضهم وصالحهم وما شابه ذلك وهادنهم ويكفرون جمله المجاهدين. الله يعني كثير من الان مواقع الانترنت يتناقلون هم يعني صور لقاده مسلمون من الفصائل، مجرد انهم التقوا بسفير او كذا مباشره انظروا اعداء نعم. الله يوالون نعم. اعداء نعم. الله وكذا يعني مجرد اللقاء هل لاعداء الله سبحانه وتعالى هذا شيء عجيب هذا يعني لم يقل به عالم من العلماء ولا جاء في الكتاب والسنه فلذلك هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الاحلام احداث الاسنان فهو سفيه وهو صغير السن لماذا؟ لانه ليس عندهم قدوات وليس عندهم علماء حتى الذين كانوا بالاصل تربوا في احضانهم من منظري القاعده كابي محمد المقدسي والأبي ابي قتال الفلسطيني وغير هؤلاء حتى هؤلاء تبرؤوا منهم، آه. تبرأوا من هذا الفصيل ووصفوه بالغلو والخروج عن دائره السنه. فضيله الشيخ يعني نسمع عن الكثيرين يقولون هؤلاء بغاة وليسوا خوارج. لا ليسوا بغاة هم اعلى من البغاة بل انا اقول هم واعلى من الخوارج. <applause> يعني كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج الأول قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم هؤلاء أحيانا أنا أحيانا أعبر عنهم شلة زعران زعران يعتبرون أنفسهم يعني شرعيين هؤلاء عندهم صلاة وعبادة وزهد كانوا حتى لما جاءهم ابن عباس قال وجد تقصد الخوارج القدماء الاول نعم, نعم تتقرح من كثره السجود سبحان وصائمون قوامون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم لماذا قال هذا القول؟ نعم حتى لا يغتروا بهم لا تغتروا بصلاتهم ولا نعم بعبادتهم لان ادركتهم لقتلتهم قتل عاد سبحان فلذلك انا اقول الان داعش هم خوارج وزياده لهم جمعوا شيخ بين الغلو والعمالة نعم فهو فصيل عميل فلذلك تجد حتى الأعداء الله سبحانه وتعالى أحيانا يزودونهم بالسلاح من الله. السماء نعم ولاحظ أنت عملية والله قضية محاربة الداعش والآن وكذا يعني كلها عملية مفبركة من أعداء الله سبحانه وتعالى حتى يقضوا على الجهاد الشامي سبحانه. والحراك السني في العراق لا. الحقيقة داعش ما أتت إلا لضرب الحراك السني في العراق ولضرب الجهاد الشامي فلذلك لما ظهرت داعش ظهرت في اوج انتصارات صحيح. الجهاد الشامي واتوا شي... الى المناطق المحرره لا. ولم ياتوا الى الثغور ابدا ان يعني هذا العجيب انهم ياتون الى مناطق تعب فيها الاخوه وبذلوا دماءهم ويسيطرون عليها ويتركون الجبهات مع نعم أنا, انا شبهتهم قديما شبهتهم اكرمكم الله واكرم المشاهدين بالكلاب اقول هؤلاء الاسود الذين حرروا هذه المناطق هم الاسود اسود سوريا المجاهدين ثم يأتي هؤلاء الكلاب إلى المناطق المحررة سبحان الله. لأنهم كلاب ليسوا بأسود أما الأسود هم الذين يحررون وللأسف يعني أكثر مناطق التي احتلوها بسبب الورع البارد عن أخواننا يعني الرقة مثلا احتلت ب يعني بمئات منهم وتركها كثير حتى بعض الأخوة سلموا الأسلحة لداعش وذبحهم ذبح النعاج لا أمان لهم يعني بدايتهم كانت الصورة غير متضحة نعم إلى الآن حتى للأسف بعض الناس لكن الآن يعني أحاول أن أستطيع أن أقول أنه يعني اكتملت الصورة عند غالب المجاهدين أنه هؤلاء لا بد من استئصالهم شيخ فضل الشيخ يعني يمكن أن نميز بين داعش في العراق وتنظيم يعني في سوريا الله. يعني أظن يعني النفس أو مجابهة داعش بالعراق أخف منها في سوريا نفس والله هم داعش واحد شيخ يعني كما يعني لا يمكن المجرم المجرم في بلاد الشام كالمجرم في العراق لكن وظيفتهم في العراق غير وظيفه ال في بلاد الشام ما هي وظيفتهم يعني في العراق؟ وظيفتهم في العراق ان يدخل الى المناطق السنيه فيقتلون السنه ثم ياتي الحشد الشعبي الرافضه فيزحفون على مناطق السنه فينسحب منها داعش ويقتلون اهل السنه <applause> مرة أخرى وهكذا أهل السنة يقتلون مرتين مرة من داعش ومرة من الرافضة عملية محكمة من إيران الخبيثة في استخدام وإلا ما شاء الله احتلال الموصل يعني هذا شيء انسحاب هذا تكتيكي معروف وسلموهم الأسلحة والأموال ثم اقتحموا دير الزور والبوكمال بعد فتح ما يسمى عندهم الموصل سبحان الله نعم. فضيله الشيخ يوجد بعض الناس يقول يعني وهذا لمسناه فعلا بعد ظهور تنظيم الدوله في سوريا اعتزلوا وقالوا الان بدا المسلمون يقتتلون فيما بينهم فاعتزلوا الجهاد وتركوا العمل الثوري وكذا هل يعني ماذا نقول لمن ترك الجهاد في سوريا بحجه انها فتنه اصبحت نعم يعني بعضهم للاسف جعل القتال النظام قتال فتنه لا قتال النظام ليس قتال فتنه نقاتل احنا باطنيه كفار ثم بعضهم جعل القتال بين قتال داعش قتال فتنة نقول لا قتال خوارج والنبي صلى الله عليه وسلم حظ على قتال الخوارج وإنما قتال الفتنة الذي ينبغي على المسلم أن يتركه هو بين المسلم والمسلم ويتقاتلون عن الدنيا ولا يتبين المحق من المبطل كما قال وما أنا إلا من غزية إن غوت غزية وغويت وهكذا الصراعات التي تكون بين العشائر أو بين الناس على الأمور الدنيوية هذا قتال الفتنة لكن إذا اتضح المحق من المبطل ينبغي على المحق أن يقاتل المبطل حتى لو لم يكن خارجيا وكان باغيا مسلما قال فإن بغت إحداهما على الأخرى ما قال الله هذا فتنة قال فقاتلوا مع أنهم مسلمين ليسوا بخوارج هؤلاء أو ليسوا بخوارج الخوارج اعلى درجه يعني من البغاة ان يعني المعنى حسب ما فهمت منكم الفتنه التي تقع بين المسلمين ولا نعرف ولا يتبين الحق. مثل عشائر تتقاتل فصائل الان فصائل كلاهما على الحق من المجاهدين يتقاتلون على غنائم أو ما شابه ذلك هذا قتال فتنة ما ينبغي نعم. أن يقع يعني بعض من أعضاء تنظيم الدولة يقولون أنتم تقولون نحن خوارج والخوارج يكفرون بالكبيرة ونحن لا نكفر بالكبيرة نقول أنه تعريف الخارج بأنه الذي يكفر الكبيرة هذا ليس بضابط شرعي العلماء يقولون أن الضابط في هذا أن أنهم يكفرون بما ليس هو بمكفر ويستحلون الدماء نعم. فكل من وقع بهذا فهو خارجي حتى لو لم بدليل ان النجدات فرقه من الخوارج لا تكفر صاحب الكبيره والعلماء متفقين على ان النجدات هم من الخوارج. حديث النبي عليه الصلاه والسلام حدثاء الاسنان يعني ما سر انجذاب الشباب لهذا التنظيم؟ ام هم يعني يستهدفون هؤلاء لأن الشباب سبحان الله الشباب يحب الظهور الا من اتقى الله سبحانه وتعالى هو أه شعلة من الاندفاع وبالتالي إن لم يكن هناك أه يعني ضبط بالتأصيل والعلم وأن يرجع إلى الكبار يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر والأصاغر منهم من عبر عنها بأهل البدع ومنهم قال هو صغير السن دائما صغير السن مندفع إن لم ينضبط بالعلم وينضبط بحكمة الشيوخ الكبار فهو سيقع في هذا وبالتالي ليس عنده تجربة يعني خلال فتره ويتعلم شهر شهرين ثم يصبح من اكبر المنظرين الشرعيين والتكفيريين. سبحان الله. يخرجون من قبل المشرق، هذا حديث نبوي شريف. نعم يعني هم فتنه يعني هم نقول هؤلاء جاءوا من العراق ايضا المشرق نعم لا ي... فتنه ليس ضابطا. شي... يعني ليس ضابطا مطلقا يعني في هناك خوارج موجودين في الجزائر الاباضيه وخوارج موجودين في عمان الاباضيه وفي كثير لكن بالاصل منطقه المشرق هي منطقه فتنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنا قالوا يا رسول الله وفي عراقنا قال من هناك تخرج الفتن فهي منطقة فتن من قديم وليس معنى ذلك أن كل ساكن في العراق هو صاحب فتنة هناك أهل خير وهناك أهل الشر ولكن الشر أكثر من الخير في هذه المناطق جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة الله بارك. بارك الله فيكم وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله